ترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري الاجتماع العاشر للوقف بحضور أعضاء المجلس وذلك بمركز عيسى الثقافي، حيث رفع سموه في بداية الاجتماع خالص التهاني والتبركات لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد على مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا باليمن والبركات. وخلال الاجتماع تم الاطلاع على التقارير الواردة عن الطلبة المبتعثين من قبل الوقف في الدفعات الماضية، حيث أشاد سموه بالنتائج الطيبة التي حققها هؤلاء الطلبة مثنيا على ما يبذلونه من جهود في مختلف الجامعات والتخصصات. كما تم الاستماع لشرح عن سير العمل في المشروع العقاري للوقف الذي سيتم المباشرة فيه قريبا، كما تمت مناقشة المقاعد المخصصة للدفعة الرابعة من المبتعثين الخريجين من العام الدراسي الجاري. وفي الصعيد ذاته التقى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري الطلبة المستفيدين من بعثات الوقف وأشاد بالجهود التي بذلوها، مؤكدا سموه اهتمام الوقف بمتابعة سيرهم الدراسي لكي يحققوا أفضل النتائج ويخدموا بلدهم ويسهموا في تنميته. من جهتهم عبر الطلبة عن اعتزازهم بحصولهم على بعثات الوقف موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة وللقائمين على الوقف لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية الجامعية. كنت سعيد جدا وأتمنى وأطمح أصل إلى أعلى النتائج وأشكر قيادة مملكة البحرين. الحمد لله جدا فخورة أني قدرت أحصل هاي البعثة وأشكر القيادة أنها تاحت لي هاي الفرصة ويعني أعطتني شيء كنت دائما أحلم فيه. جدا سعيد أني حصلت البعثة وكل من يتمناها طبعا، وحبيت أشكر الشيخ عيسى بن سلمان على البعثة. أشكر القيادة الرشيدة على البعثة اللي حصلناها لأنها هي بتساعدنا في دراستنا حاليا وبعد في دراستنا في المستقبل، والحمد لله نحن حصلنا عليه. نشكر وقف عيسى الخيري على تقديم هذه الفرص ونوعدهم بخدمة بلادنا ونشرف الوطن إن شاء الله.